هجرة الرسول عليه السلام وخروجه من مكة خفية عشان احنا المسلمين، عشان اي حد مستضعف من بعده يحس ان انا زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كنت مستضعف، وده درس كبير جدا لينا احنا المسلمين. نعم، لان النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، وفي هذا عزاء لكل يتيم. ولد فقيرا وفي كان فقيرا قبل ان يصبح غنيا بما عمل بالتجارة، وفي هذا عزاء لكل فقير. تشرد هاجر كل أنواع المشقة التي تمر على حياة أي إنسان مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نبينا نبي الرحمة. أشوف الطريق رحمة ده بنا صعود الجبل، بس الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوفي طريق صعب جدا، يعني مش سهل. نعم نعم، ليس بالكلام وفي الواقع يعني حاجة تانية خالص. نعم، أدهى وأمر والله. لا، ولو بص كمان اللي يمكن الفيديو عرض بعد كده، المحيط بتاع المكان نفسه عامل ازاي. نعم، وعر. نعم، جدا. نعم، جدا. نعم، على الرجالة. نعم، فما بالك على الست. شايف الشكل عامل ازاي؟ صلى الله يعني على محمد. الجو لوحده يظهر الحرارة وذاتا في القرآن الكريم، واد غير ذي زرع يعني لمكة. نعم، لمكة. يعني القرآن ذكر ما هي، والذي فعلا يزور مكة يرى هذا في الواقع، يرى حتى في طبيعة جوها، ليست حتى في طبيعة الجو. يعني ليس فقط لأننا نحن ما اعتدنا هذا الجو، لأنه هو الجو يعني لا يصلح للعيش تماما. فكيف اللهم صل على سيدنا محمد في الهجرة وفي العذاب وفي المشقة، يعني مرتبط بالخوف والتوتر، يعني كيف هذا؟ والله ليس بالأمر السهل على رجال، فكيف على نساء؟ النبي هاجر متخفيا كما ذكرنا، درسا لنا الاستعانة على قضاء حوائجنا بالتكتم. هذا أمر مهم جدا، ليس خوفا من عين أو من الحسد أو من شيء، لا، ليتم الأمر، لأن الأمر إذا تكلم به كثيرا قد لا يتم. هذا درس لنا. بينما سيدنا عمر الخطاب كما ذكر رحمه الله الإمام الشعراوي قال: من أراد أن ترمل زوجته وأن يتم ابنه فليلقن خلف هذا الوادي، أنا مهاجر. نحن لا نأخذ شرعنا من صحابي مهما على، الشرع يؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نأخذ منهم دروس وعبر. القوة والثقة، هو القوي قوي، يعني ما حدش بيقدر يكلمه ولا أي، خلاص هو بيسلك أمور زي ما بنقول كده، بيفوت في الحديد والدنيا بتمشي معاه. وعز الإسلام بإسلامه، لكن الضعيف عليه الصلاة والسلام، الضعيف هو اللي بينكسر أو يحس. لا، يعني الموقف ده يقول له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان زيك. كان لنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دائما ذكر الله نجده مربوط به بأي عمل، والذكر الله معناها أن تكون نيتنا لله تعالى. هذا أمر مهم جدا. هاجر النبي متخفيا لا خوفا قطعا، هذا يجب أن نؤكد عليه. النبي قوي، قوي حتى بالبنية، حتى في صغره كان عمره عامين، يشب شبابا لا يشبه أحدا من الغلمان. هذا أمر مهم، حتى بالقياس هو كان كبير حتى في البنية. طبعا لأن الأنبياء من صفاتهم أيضا الصحة الجسدية، الصحة الفكرية، حتى لسانهم، حتى نطقهم، حتى نظرهم، حتى كل هذه الأمور. أوتي كما يذكر البعض، أوتي قوة 40 رجلا من الأشداء، هذا بالقوة. فكيف يعني أوتي جوامع الكلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم، أحسنتي. صحيح صحيح صحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليس طبعا ليس إنسانا عاديا، نبي يوحى له، معصوم، فلا هاجر فرارا ولا هربا، هاجر ليعلمنا أنه ممكن أن ننشر الصح في أي مكان آخر، في أي مكان نسميه وطن، وإن كان بالنسبة لنا غربة. ذاتا الذي لا يذوق الغربة لا يعرف الوطن. أنا أظن الذي ما هاجر سيرته الذاتية ناقصة، الذي ما هاجر بس نرجع بلدنا زي ما هي بس أهم حاجة. نعم، إن شاء الله إن شاء الله. ذاتا عندما نعمل في الخارج ليكون الأثر في الداخل عندنا صحيح. هذا مهم. عندما النبي عليه الصلاة والسلام خرج عاد فاتحا، عاد قال: ما تظنون أني فاعل بكم، بيده القوة، مع أنه خرج ومعرض مستضعف تماما، ومع ذلك ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا وأنتم الطلقاء. حتى في تحريره قوة، حتى في كل شيء من أفعاله. طيب احنا يمكن